مشاهدينا مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده من لقاء الاجيال. دايما بنستضيف اجيال مختلفه، ابناء مهنه واحده، نناقش معاهم مشاكل المهنه تفاصيلها وبالتالي نقدر نقيم مستقبلها. النهارده معانا واحده من اهم المهن اللي نحب نعرف تفاصيلها الجديد فيها، المشاكل اللي بتعاني منها، لانها ليها كمان احتكاك مباشر مع الجمهور، وهي مهنه المحاماه. بيشرفنا في الاستوديو النهارده الاستاذه ولاء عدلي، المحاميه بالاستئناف العالي وعضو اتحاد المحامين العرب. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. معانا ايضا الاستاذ نصر خطاب، المحامي بالنقد والاداريه الدستوريه العليا. اهلا بحضرتك. عندنا سؤال تقليدي بنبدا بيه، وهو التواصل بينكم، بين جيل حضرتك وجيل حضرتك، تعاون، نقل خبره ومعلومات، ولا في بعض التنافس اللي احيانا ممكن يوصل للصراع؟ وانا بتكلم على فكره مش عنك وعن الاستاذ نصر، بتكلم بصفه عامه. اسمع راي حضرتك. بالنسبه للتواصل الاجيال، انا بقول دايما ان احنا بعد ربنا سبحانه وتعالى عز وجل في نجاحنا في مهنتنا هو بيبتدي من حيث بدانا. بدانا من ايه؟ بدانا من ان احنا بنشتغل في مكاتب محامين كتدريب، بنتعلم منهم اصول المهنه، مبادئ المهنه، بنتعلم منهم الفكر القانوني بتاعهم، وبالتالي بنكتسب منهم خبرات هي اللي بتساعدنا ان احنا بنقدر نتعايش ونقدر نكمل بها رسالتنا وهي رساله المحاماه. ايوه. وبالتالي بالعكس، الاساتذه من سبقونا هم معلمينا وهم اساتذتنا وهم من افادونا علما. لقيت منهم تعاون. جدا يا فندم. طب جدا. وانت كده مع الجيل الشباب برضو ده ولا بتعتبر ممكن لا ده تيجي الاسم ده ينافسك لو هو شاطر، لو هو عنده الملكه بتاعه الدفاع لا ابدا، بالعكس، ده هو اذا كان هو بيكتسب مني خبرات انا بكتسب منه عمل برضه، لان هو بيأدي لي عمل وبنساعد بعض في الاول وفي الاخر. يعني احنا في الاول وفي الاخر احنا زملاء وبنكمل بعضينا، فممكن يكون في جزئيه معينه في الناحيه في الشق الجنائي مثلا يكون خبرتي فيها افضل من ما بعدي. أيوة. فبالتالي لا، ده موضوع كله تعاون مشترك وليس تنافس يعني. طب استاذه ولاء، رايك ايه بقى بصراحه كده؟ لقيتي تعاون؟ وبرضه بقول لك مره تانية، مش بتكلم على الحاله الفرديه بتاعتكم او الشخصيه، انا بتكلم عموما جيل الشباب من المحامين مع الجيل الاكبر منه. طبعا هو بيختلف من محامي ومكتب محاماه لاخر. في مكتب محاماه بيبقى عنده يعني الحس الفني ان هو يعلم المحامي الصغير اللي جاي عنده يتدرب، وبيكون المحامي اللي هو صاحب المكتب اصلا راجل ناجح، فعنده ثقه بالنفس، فما يخافش من نجاح الاخرين او ما يخافش من نجاح المحامي اللي لسه المبتدئ اللي جاي عايز يتعلم، عايز ياخد معلومه، ما يبخلش عليه باي معلومه. فده بيتوقف على المحامي اللي هو صاحب المكتب اللي هو ناجح اصلا وعنده ثقه بنفسه. كل ما كان فعلا عنده ثقه بنفسه مش بيخاف من نجاح الاخرين، بالعكس في مجال ومتميز، بالعكس بيكون معطاء. يعني يقول له يعني احنا عندنا طبعا في القضايا الجنائيه بيبقى في بحث فيها، بتبقى متقسمه، عندنا تحريات في الشرطه، عندنا اقوال للمتهمين، عندنا طب شرعي، عندنا يعني محضر جمع استدلالات، عندنا حاجات كتير جدا. فالمحامي المبتدئ لسه هيمسك قضيه، فبتبقى كبير عليه جدا، محتاج ان هو يستشير استاذه، فدايما طول الوقت يلجا له. انا امسك القضيه ازاي؟ يعني اقسمها ازاي؟ نكتب دفوعنا ازاي؟ ممكن نحلها او نشوف يعني المواد القانونيه اللي بتتوافق مع هذه القضيه. ايوه. باي شكل؟ طبعا ده بيتوقف للمحامي نفسه، اللي هو يقول له مثلا ابحث في الكتاب الفلاني، حاول تتدرب ان انت تكتب القضيه، تسرد دفوعك، ان انت تشرح، حتى لو هتكتب يعني زي مسوده كده للقضيه اهم ما فيها. كل ده بيمثل نجاح. أي. نجاح للمحامي نفسه وفي نفس الوقت نجاح للاخرين، وده بيبقى المحامي النبغه او القدوه. لكن في اخرين ممكن يبخل بالمعلومه على المحامي اللي لسه مبتدئ، او ما يحبش ان هو يديله اي معلومات لانه هو اتعود طول الوقت ما عندوش ثقه في نفسه. اول حاجه ما عندوش ثقه في نفسه، تاني حاجه اتعود ان معلوماته بفلوس. ايوه. طول الوقت انت عشان تاخد مني استشاره يبقى انا ادفع فلوس. احيانا بيستخدم الطريقه ديت مع المحامي المبتدئ. أيوة. يقول له لا انا مش هينفع، انا كافحت وقعدت 20 سنه او 30 سنه فهقولها لك بسهوله، ما ينفعش اديك كل حاجه على الجاهز. أيوة. يعني ففي النموذج ده وفي النموذج ده. طبعا المحامي المبتدئ برضو بيبقى عنده حس ويقدر يعني يستشعر هل هو هيستفيد من هذا المكتب، هيستفيد من هذا المحامي ولا لا، وده يعني
بعد كده بيترتب عليه اذا كان هيكمل معاه ولا لا. ايوه. طب احنا قلنا في البدايه في المقدمه عشان ما نبقاش بنقول مجرد كلام في المقدمه، ان احنا بنناقش معاكم كمان مشاكل المهنه او اكتر مشاكل اللي انتوا بتواجهوها كمحامين ايه تمام من خلال القضايا المختلفه، تمام احتكاكوا بالمحاكم، تمام باللي بيلجأوا لكم من عملاء تمام مع القضاء، كل المشاكل. بداية هنبدأ من المحكمة. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، وطبعا أنا مش يعني مش بقول إن ده أعباء على وزارة العدل ولا المتقاضين ولا القضاة. كم القضايا والتكدس التقاضي، الموضوع ده كبير جدا وعامل لنا مشكلة وأزمة كبيرة جدا. النهاردة كم القضايا بيخلي النهاردة حتى القاضي اللي قاعد على المنصة بيحكم يعني بيبقى ضغط عليه، ضغط نفسي وعبء، عبء يعني عبء قضايا وتكدس في المحكمه نفسها. فده نوع بيعمل لنا مشكله وازمات في عملنا وبيعوق العمل. اما في حاله النهارده اما يكون في، انا بطلب يعني ان شاء الله يعني يكون في عدد اكبر من الدوائر الجنائيه او المدنيه او الشرعيه، بحيث ان النهارده يقدروا يواجبوا التكدس والازدحام بتاع التقاضي بتاع كل يوم. ما فيش حد في اسرته ما عندوش مشكله قضائيه. فالنهارده اصبحنا مع زياده السكانيه مع مشاكل الاقتصاديه، فبالتالي ده بيعمل نوع من يخلي الواحد النهارده يلتجئ للمحكمه عشان يقدر يحصل على حقه. وبالتالي تكدس القضايا ده في دي اعاقه، يعني عندنا عملنا ارق كل يوم في اداء عملنا. أيوة. اهم حاجه جزئيه تانية برضو ان دي بتقابلنا في شغلنا. طبعا النهارده برضو كنا بنطالب النهارده المحامي لازم يكون ليه حصانه برضو حته في العمل عشان يقدر يؤدي عمله ومهنته بارتياحيه. ممكن مشكله بتحصل تؤدي النهارده تخلي المحامي يخش في يعني بدل ما يكون هو جاي مدافع بيبقى اصبح حط في مكانه اخرى احنا مش حابينها. فدي من ضمن المشاكل اللي بتعوق عملنا. نكمل مع استاذه ولاء، ايه المشاكل اكتر مشاكل بتعاني منها تانية اضافيه غير اللي قالها، او لو عايزه تؤكدي على اهم نقطه. حاجه انا يعني اول حاجه الهيكل الاداري للمحاكم، دي اكبر مشكله بتقابلنا. الهيكل الاداري كاداريات كنظام لسه لحد دلوقتي شغالين بنظام المانيوال، يعني كل شيء باليد. عشان حضرتك تروحي يعني تشوفي قضيه، تشوفي مثلا فلان الفلاني رفع قضيه في السنه الفلانيه، عايزين بيانات القضيه دي، لسه لحد دلوقتي سكرتير يمسح دفتر، يجيب دفتر كبير ويفتح ويقعد يدور، ونشوف في الفهرس ونقعد ندور، نجيب ملفات من سنة 2000 أو وبعدين سنة. نشتكي من بطء التقاضي وبطء مفيش الإجراءات نظام وبطء الكمبيوتر لسه مش مفعل عندنا في المحاكم، كمبيوتر مش موجود، كل حاجة مش بالدفاتر موجود خالص، مش موجود. يعني حتى مش موجود في بعض المحاكم والبعض يعني الآخر عايزة لا، أقول هو استثناء لحضرتك محاكم يعني قليلة قليلة يعني. هي المشكلة في ان دلوقتي كله بالدفاتر، كله مانيوال، كله بالايد. عشان اكتب شهاده لسه الموظف بيكتب شهاده على ايده، مش ان هو يطبع شهاده طول على طول ويبقى فيه انجاز. طبعا ده بالنسبه للهيكل الاداري بتاع المحاكم. تاني حاجه في بطء طبعا في اجراءات التقاضي بتواجهنا، ان في تاجيلات كتير لبعض القضايا زي قضايا الاحوال الشخصيه. في عندنا بنمر لمكتب تسويه، بنمر بعد كده الدعوه تترفع، بعد كده نستنى الحكم، بعد كده يعني نشوف صيغه تنفيذيه وتنفيذ الاحكام. كل ده بيمثل علينا عبء كبير جدا، لان احنا عندنا روتين في حاجات كتير. سببها طبعا ازدياد عدد القضايا في المحاكم. كل ده بيمثل عبء على حتى سكرتير الجلسة. سكرتير واحد هو المفروض ان هو يطلع القضايا كلها، يكتب الرول، المفروض ان هو بيكتب شهادات باللي حصل بتم في الجلسة، المفترض ان هو السكرتير دوت بيسدد الأحكام. كل ده على سكرتير واحد، وممكن يبقى قدامه 500 أو 1000 قضية. طبعا ده بيعمل تكدس، ده بيعمل مشكلة. ده يعني حله ازاي؟ حله ان احنا نزود عدد الدوائر ونزود عدد السكرتارية في المحاكم، هيأثر علينا بالإيجاب. تالت حاجة عايزة أذكرها، الأبنية، عندنا أبنية متهالكة تماما في بعض محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المدني والجناية أيضا، أبنية متهالكة
وحضرتك احنا ما عندناش تهوية حتى في قاعات المحاكم، يعني مش بيعاني منها بس المحامي، لا ده بيعاني القاضي، بيعاني وكيل النيابة، بيعاني المحبوسين، بيعاني الناس اللي جاية عادية تحضر. يعني احنا لو كمان هنطلب ان يبقى فيه انت كمحامية تأدي عملك بكفاءة، يعني ازاي ازاي تظل انا اجي الشهود او اقف كقاضي او لابسه بدلتي، جو لابسه العام روبي، مفيش ايوه الجو تهويه، العام مفيش كل ده مش مساعد يعني. بالظبط. طيب لو هنرجع لبوت اجراءات التقاضي، اكتر ناس بتشتكي هي الناس العاديه والجمهور العادي، التقاضي واحنا سالناه في تقرير عن رايهم في المشكله دي، هنسمعه مع بعض ونشوفه مع بعض، نرجع نستكمل الحوار. بطء اجراءات التقاضي فيها اسباب اداريه كتير جدا، من ضمن الاسباب ان هو عدد القواضي كتير جدا، يعني بتبقى مثقله على القاضي، اللي هو طبعا قله المحاكم. انت لو تكتر المحاكم فطبعا الاحكام هتبقى سريعه. المراحل اللي فيها استشكال كتير جدا فلازم تاخد وقتها. البطء ليه مميزات وليه عيوب، حلها القضاء على الروتين الاداري وتخفيف الاجراءات القانونيه، يعني عملية الاستئناف ونقض بتاخد لها فترات طويلة، فدي مشكلة طبعا يعني. وطبعا القوانين بحتة ان التقاضي على درجتين والتشريعات، فبالتالي دوت بيسبب عقم في سرعة الاجراءات. سبب الرئيس البطل اجراءات التقاضي في نقص في عدد القضاة كويس، مع كمية هائلة جدا من القضايا. أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية، بنستكمل حوارنا مع المحامي الأستاذ نصر والأستاذة ولاء، وكنا بنتكلم على المشاكل اللي بتواجهكم كمحاميين. عايزين نتكلم بقى على أكتر القضايا اللي بتواجهكم، قضايا الأحوال الشخصية بالتحديد اللي نحب نسمعها الأول. أنا عايز أقول لسعادتك أنه مشاكل الأحوال الشخصية مشاكل واحدة كلها، يعني ما اختلفتش مع اختلاف العصر، يعني ما نقدرش نقول 2017 2018 النوعية اختلفت خالص، لا بالعكس. النهارده يعني عايز اقول النهارده بقت الامور معقده عن الاول، يعني النهارده ما فيش توازن بين الطرفين اساسا في قانون الاسره. يعني بدايه لابد ان يحصل للطرفين توازن ما بين في قانون الاحوال الشخصيه ما بين الزوج والزوجه، هذا غير موجود. احنا التوازن هنا لصالح مين؟ الزوجه. الكفه افضل للزوجه. احنا طب دي مكتسبات اكتسبتها المراه، عايزين نغيرها ده بقى. احنا مع الحقوق الشرعيه، الدستور كفلها للمرأة والشرع في نفس الوقت، هو الشرع ثم الدستور. في بداية أقول لمعاليك أن احنا النهاردة في المجمل لابد أن يكون في تعديل في مشاريع القوانين اللي تقدمت لمجلس الشعب على أساس أن هو يعدل قانون الأسرة، ومنها النهاردة هو فعلا في مشاريع قوانين عشان تقدمت من بعض النواب ومن بعض السادة المحامين الأجلاء، يعني عملوا مشاريع قوانين وقدموها لمجلس النواب لطرحها على اللجنه العامه، بحيث ان يعني يكون في طفره بسيطه. وللاسف اللي هو بخصوص ايه بقى؟ عشان بخصوص يعني مثلا هنتكلم على الرؤيه النهارده ده حق للزوجه، النهارده الصغير في يد الزوجه في الوقت اللي هو الزوج نفسه ان هو يقعد مع ابنه ويحاول ان هو يساعد الزوج على تربيته في حاله الانفصال، فالنهارده 3 ساعات من كل اسبوع ده غير كافيه على تربيه الناشئ والصغير، غير كافيه على التواصل مع طفل. قلنا التحديث بتاعه الاستضافه ولها شروط معينه باستلام للزوج اللي هو من الزوجه هذا الطفل، ثم في وقت معين لازم يردوا لها تاني لان الحضانه في يدها طبقا لقانون الاحوال الشخصيه. قلنا اتكلمنا على فضل المنازعات، تسويه فضل المنازعات الاسريه، كان سنه 2004 حضرتك عملوا حاجه اسمها تسويه المنازعات الاسريه، مكتب تسويه المنازعات الاسريه. المكتب ده حضرتك انجز قضايا كبيره جدا، يعني قبل ما المشكله تخش على التقاضي كان بيقعدوا كده في حضور اخصائي اجتماعي اخصائي نفسي، احنا اضطرينا يكون في رجل من الدين بيجيبوا الزوج والزوجه وبيحلوا مشكلتهم قبل التقاضي. ده انشئ سنه 2004. انا عايز اقول لحضرتك خفف عبء التقاضي عن يعني القضاه والهيكل الاداري بتاع المحكمه في قضايا كتيره جدا، وكان نجح جدا. مجرد ما نجح التفعيل ده بتاعه انتهى تماما، ما بقاش شغال، نطالب بيه تاني، عايزينه دور فعال. النهارده لما يكون في قعده اسريه في وجود رجل دين اللي هو مش موجود في الهيكل
التنظيم بتاع اللي هو اللجنه اللي هي فضل النزاعات الاسريه هيكون ليه دور مؤثر، هيرجع لقول الحق ما بين الطرفين وهيكون حكم عدل بينهم قبل ما يروح التقاضي ويعمل نعمل ضغط على التقاضي. ده طلبنا حضرتك تاني تنفيذ الاحكام الخاصه بالزوجه. قلنا النهارده لازم يكون في شرطه مختصه بتنفيذ الاحكام النفقات، في مطروحات كتيره جدا عشان تناقش هذا الموضوع ويكون في خطوات فعاله. انما للاسف انا لحد دلوقتي مش عارف بياخد الحاجات دي ارجاء ليه، لا اعلم يعني او السبب ايه هو السبب انا مش عارف. فده برضو بيؤدي النهارده بيؤدي لتفتت الحاله الاسريه، يعني مش بنحل احنا بنعقدها اكتر. مين اللي هو بيشيل المسؤوليه بقى ويبقى عايز اقول لسعادتك اللي هو بيضيع في النص؟ الاطفال. فالنهارده انا بطالب من خلال برنامج حضرتك ان النهارده المشاريع القانون اتقدمت وفي بعض النواب الافاضل هم يعني شرحوها باستفاضه في المجلس انها تتطبق وتعدل ويكون لها مردود في الشارع ويكون لها مردود فعلي وعملي في داخل المحاكم. ايوه. راي حضرتك بقى كسيده يعني وشايفه ان احنا كان عندنا بعض المكتسبات، لكن طبعا قانون الرؤيه وان من حق الاب يشوف، لكن في كمان اقتراح بتعديلات اخرى يعني انت شايفاها؟ هو قانون رقم 1 لسنه 2000 ده قانون الخلع اللي صدر، ومن ساعتها طبعا عدد حالات الخلع والطلاق زادت بشكل رهيب جدا في المجتمع المصري. وده بيمثل مشكله كبيره جدا، لان بيقولوا ان كل 4 دقائق حالة طلاق، يعني حالة طلاق خلع ولا حالة طلاق ايا كان، يعني اللي في الحالتين. وهل هنا الاستمرار دون الرغبة يعني والقضايا اللي بتستمر لسنوات وتبقى المرأة معلقة؟ لا دلوقتي يعني قانون الخلع يعني ادى صلاحية للمرأة ان هي لو مش هتقدر تستمر في هذه الزيجة نظرا لعدم التوافق بينها وبين الزوج تقدر ان هي ترفع دعوة خلع، ولكن هي برضو بتخسر حقوقها، بتخسر نفقه العده، بتخسر نفقه المتعه مؤخرا. هي اختارت كده بالظبط كده، بس هي بتبقى اختارت برضو يعني العمليه مش رفاهيه، هي بتبقى اختارت نظرا لتعنت الزوج ان هو مش عايز يطلق او يقول لها تنزلي الاول. طب هنا انتوا بتناقشوا قانون الخلع ان هو يتلغي اصلا؟ لا ما يتلغيش خالص. انا بقول ان قانون الخلع قضايا الطلاق للضرر زادت جدا في الاونه الاخيره. نيجي للمشاكل الرئيسيه اللي بتواجهنا في النفقات، تنفيذ الاحكام في قضايا النفقات. يعني ممكن ان هي الموكله والمحامي اللي معاها يرفع لها الدعوه ويستلم حكم وكل حاجه، يجي عشان ينفذ نفقه ما نلاقيش الزوج دوت ننفذ عليه نفقه، او الزوج ما يكونش بيشتغل في وظيفه حكوميه اقدر ان انا اروح الجهه اللي بيعمل بيها وانفذ عليه حكم النفقه، يكون بيعمل عمل حر، او ان انا مش عارفه اتحرى عن دخله. دي نوعيه مشاكل تانية غير الخلع. بنتكلم عن النفقه بقى. بنتكلم على النفقات والمشاكل اللي بتمر بيها المراه المصريه. طبعا احنا عندنا القاضي المصري ما عندوش برضو صلاحيات كافيه، يعني القاضي المصري المفروض ان هو يبقى عنده كل الصلاحيات ان هو يخاطب البنك المركزي يشوف داخل الزوج دوت عنده ارصدة قد ايه، عنده مبالغ قد ايه، يخاطب الضرائب يشوف الزوج عنده يعني فعلا من اكتر المشاكل ان المرأة تثبت على طالقها دخله. عايز اقول لحضرتك ان موظف الضرائب عنده صلاحيات اكتر من القاضي. موظف الضرائب ممكن بجواب يحجز على اموالك كلها لو انت ما دفعتيش الضرائب، يعني بجواب يحجز على اموالك لحد ما تدفعي الضرائب وبعد كده تاخدي جواب برفع الحجز عن الرصيد بتاعك في البنك. أي. القاضي ما عندوش الصلاحيه دي، ما عندوش صلاحيه ان هو يخاطب البنك المركزي ويعرف قد ايه الزوج دوت عنده ممتلكات قد ايه، ما يقدرش ان هو يخاطب الضرائب ويشوف اذا كان عنده عقارات والعوايد وكل دوت، كل ده مش عندنا في المحاكم، فكل ده بيمثل عبء ومشاكل كبيره عندنا. طيب خلونا نطلع لتقرير بيناقش برضو موضوع برضو يرتبط بالناس وفكرتهم عن المحامي، ومتى يلجا الناس العاديه للمحامي، ايه نوعيه المشاكل اللي تخليهم يفكروا يقولوا نلجا للمحامي، لان في الخارج التفكير مختلف تماما. تقريبا كل اسره في محامي الاسره، ده دارج جدا. نشوف مع بعض التقرير ونرجع نستكمل الحوار. ما
اولا المحامي له دور مهم في المجتمع، لان المحامي بيعتبر موسوعه بالنسبه للمواطن العادي، لانه على درايه بالقوانين اللي بتسن في المجتمع، على درايه بكيفيه تسيير الدوله لامورها، على درايه بكيفيه اعاده الحقوق لاصحابها. غالبا ما يلجا المواطن الطبيعي او العادي للاخوه المحامين او الساده المحامين في المشاكل الشخصيه، المشاكل العامه، المشاكل الشخصيه بيلجا ليهم نتيجه مثلا الميراث، نتيجه المشاكل العقارات، الاراضي. هو المواطن دلوقتي بيحتاج للمحامي في كل حاجه، في كل القضايا، في كل كبيره وصغيره، عشان في جهل بالقانون، مفيش حد عارف القانون، ولو حد عارف القانون في درجات معينه لازم المحامي هو اللي يتصرف فيها وهو اللي يشتغل فيها. الانسان يحتاج الى المحامي عندما يتعرض لمشكله، والمشكله دي يترتب عليها ان يلجا للقضاء، والقضاء سيتعرض من خلاله الى عقوبه، سواء من خلال قانون العقوبات او من خلال مثلا محاكم الاسره اذا كان نوع النزاع اسري، او اذا كان نوع النزاع تجاري فبيلجا للمحاكم الاقتصاديه. المواطن المصري في هذا العصر يحتاج للمحامي، ليس فقط في ان يكون له قضيه يقع فيها، بل بالعكس مشورة المحامي تعتبر أهم بكثير من اللجوء إليه بعد أن يقع المواطن في قضية. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، بنستكمل حوارنا عن المحامي ورأي الناس إمتى يلجأوا المحامي. لازم تكون مشكلة كبيرة، مشكلة فعلا إن هم مش لاقيين لها حل عشان يلجأوا للمحامي، لأن زي ما قلت قبل التقرير إن في الخارج الموضوع مختلف تماما، موجود محامي في كل الأحوال، محامي الأسرة، محامي اللي أسأله واستشيره في كل مشكلة صغيرة أو كبيرة. فده مش عندنا لسه الوعي ده او الفكره دي مش انا ارجع لكلام حضرتك وابتدي بيه. انا عايز اقول معاكي في كل الدول الاوروبيه والعربيه، واتكلم تحديدا عن مشاكل احوال الشخصيه، بيكون في اتفاق مسبق في حاله الانفصال ايه اللي هيتم، الطفل هيكون مع مين، النفقه هتتنفذ ازاي، الاطفال هيخشوا مدارس ازاي، كل حاجه متفق عليها الا عندنا للاسف. احنا عندنا بيبتدي المشاكل بقى تبدا من بعد الطلاق. ايوه بتبتدي بقى قمه بجبن القضايا لدرجه ان هم وصلوا 16 قضيه ممكن ترفعهم الزوجه على الزوج. فاحنا النهارده يعني احنا لو خدنا من قوانين حتى لبره، مش هتكلم عن القوانين الاوروبيه العربيه، لو احنا نظمنا العلاقه الزوجيه بدايه بالنسبه للنفقات والصغار قبل الزواج، الامور هتبقى بسيطه جدا. يعني قضايا في الاحوال الشخصيه، قضايا الكيد اللي حضرتك بتقول عليها 16 قضيه الزوجه، 16 قضيه الزوجه هو حدد الزوجه، ما قالش الزوج، مع ان هو الزوج برضو احيانا بيرفع 16 قضيه كيد. ما يملكش غير هو انذار الطاعه والرؤيه فقط، لكن انذار الطاعه طبعا بتلغي مع الطلاق، ما فيش طاعه، هو الرؤيه بس اللي يملكها الزوج. انا مش ده مش موجود في الخارج، مش موجود يا فندم. القضايا الكيديه بين الزوج والزوجه ما فيش الكلام ده خالص، ده كل حاجه متفق عليها يا فندم. ساعه الزواج عادة زي عادة اتفاق، عادة زواج هو عادة اتفاق. ايوه. في حالة وجود اطفال وانفصال ايه اللي هيتم؟ الاطفال هيبقوا مع مين؟ الاستضافه هتبقى ازاي؟ طبعا انا عايز اقول لسعادتك مش زي عندنا هنا، يعني عندنا برضو عايزين التعديل بقى يتم عشان احنا نواكب الناس دي. احنا مصر، احنا افضل دوله يعني عربيه وافريقيه، المفروض احنا الرياده تبقى عندنا في كل حاجه، والحمد لله ان شاء الله هيبقى القادم افضل يعني. ايوه. انا بقول دايما ان النهارده لا، نبتدي النهارده في بدايه الزواج نحدد العلاقه بالظبط، العلاقه الاجتماعيه تمشي ازاي. هناك بيبقى في عقود مكتوبه بكل التفاصيل حضرتك ذكرتها، فندم هتتم ازاي وفي حاله الانفصال. هنا مفيش العقود دي، مش ده مش درجه الزواج، مش منتشره عندنا. تنطبق على الزواج فقط. ايوه. العلاقه الزوجيه فقط. ما بعد العلاقه الزوجيه ومشاكلها مفيش حد يعني طرح هذا الامر. احنا ليه ما نسبقا ما نعملش؟ يعني النهارده هو اللي ساعدتك على حاجه، عندنا مشكله كبيره جدا في الخلع. النهارده الزوجه بتخلع زوجها وطلبوا في نفس الوقت الشق الجنائي في محكمه جنائيه. طب انا يعني انا اروح بقى محكمه جنائيه ولا محكمه الاسره ولا محكمه مدنيه؟ عايزين نخلي مشاكل الاسره كلها في محكمه واحده، ما يبقاش في تفرقه في كل محكمه. عندنا النهارده بالنسبه لعيمة المقولات كان في طرح من بعض من الازهر اعتقد، يعني كان هو يعني فتوى ان قائمه المقولات تتحط تندرج تحت تنازلات الزوجه عن حقوقها الشخصيه، ما يبقاش النهارده بتخلع زوجها وتحبسه قائمه المقولات، يعني في تعارض واضح جدا يعني. فاحنا النهارده التعديلات دي طالما النهارده احنا حاطين اسس دي، الامور هتبقى مش طبيعيه. الزوج بقى امتى المواطن بيلجا للمحامي؟ بيلجا محامي النهارده في مشاكل معقده هو مش هيقدر يعني ما عندوش وعي بيها او ما عندوش الخبره الكافيه اللي تخليه النهارده
ان يقدر يقف قدام محكمه ويشرح امر، لازم محامي هو يكون يتولى هذا الامر قانونا. أيوه. ويقدر يفهم موكله هيبتدي ازاي التقاضي وازاي يحصل على حقه. المحامي هو المدافع الاول، وهو هو المثقف، هو العلم. المحامي ده الصوره الذهنيه للمحامي دي قصه تانية هي عند الجمهور العادي. اصل المحامي ده المفروض ان انا لما اقول كل مهنه في صوره ذهنيه مرتبطه بيه، اكيد الدراما. محامي يعني المفروض دفاع عن الحق، عن الحق، اظهار العداله. أكيد. وتاكيدها وتطبيقها. اكيد. مش عارفه يعني الصوره الذهنيه دي اختلفت بقالي الفتره الاخيره. اكيد احنا يعني زمان كان فيلم الاستاذه فاطمه، دلوقتي فيلم ضد الحكومه. لا مثلا يعكس صوره ذهنيه مختلفه تماما عن المحامي. وفي افلام تانية تم عرض الامور، يعني شخصيه المحامي بجوانبها كلها الانسانيه والاجتماعيه والاسريه في افلام كثيره ومسلسلات. ايوه. بالعكس النهارده التطوير ده لا، وضع شخصيه المحامي انسان بيسعى جهدا انه يظهر حق موكله، يعني وبالذات لما يكون صاحب حق يكون، يعني عايز اقول لحضرتك يبقى يعني ضغط عليه نفسي ان هو عايز يحصل على حق موكله وعنده امام من جواه ان موكله صاحب حق فعلا. يعني اي استاذه ولاء، عايز اسالك سؤال بقى يعني بعيد تماما عن او بعيد شويه، يعني كمحاميه ست مش بتواجه مشاكل ان دايما زي كده الدكتور برضو زي في مهن كتير بيفضلوا المحامي الراجل عن الست؟ الاول كان في يعني في الفتره السابقه كانوا يفضلوا الراجل اكتر، يقولوا الراجل هو اكثر جرأه، الراجل هو اللي يعرف يترافع، الراجل هو هيجيب لي حقي. فده طبعا في معظم قرى الصعيد او اللي هم عندهم دايما قضايا السلاح وقضايا القتل وقضايا الحاجات الكبيره يعني الجنايات، فيفضل الراجل اكتر. لكن مع مرور الوقت ولما الست او المحاميه اثبتت جدارتها واثبتت ان هي تقدر ان هي تكتب دفاعها، تترافع، تكسب القضية، تحقق نتيجة وتبذل أكثر يعني أقصى عناية بالنسبة لها، فالأمر ما بقاش غيرت راجل. غيرت الفكرة شوية طبعا لما أثبتت نجاحها وجدارتها وثقتها بنفسها وإن هي على دراية كاملة بالقضية، على دراية كاملة، عندها علم. الست بتهتم بالتفاصيل أكتر، بالتفاصيل، عندها الصبر، عندها الإخلاص، عندها حافز مهم جدا ان هي عايزه تثبت نجاح. ده هي انا مش اقل من طول الوقت هي بتبذل مجهود مضاعف، وان هي تقول لا انا اقدر انجح في القضيه مهما كانت كبيره او صغيره، اقدر احقق نتائج، اقدر ان انا اترافع قدام القاضي واقنع القاضي بوجهه نظري وبدفوعي وبالمواد القانونيه اللي انا بتكلم بيها واللي هي بتساعدني ان انا احقق نتيجه او اجيب براءه في جنايه كبيره. فهي الفكره ما بقتش دلوقتي راجل او ست، الفكره بقت في الكفاءه. انا هروح لمين اللي هيجيب لي حقي، مين اللي هو هيكون عنده علم، عنده كفاءه، عنده ايضا موهبه. المرافعه فيها موهبه، يعني مش بس يعني المحامي المدني يختلف عن المحامي الجنائي. المحامي الجنائي دايما بيبقى عنده ملكه المرافعه، انه يقدر يقنع القاضي ويطلب شهود ويطلب طبيب شرعي ويطلب بتختلف موهبه كل المحامي. الكاريزما والمقدره على الاقناع. اكيد المحامي المدني مذكرات. أيوة. يكتب مذكرة ويقدمها للقاضي المدني. فحتى القاضي المدني يختلف عن القاضي الجنائي. القاضي المدني لما تيجي تترافعي اجي اترافع قدامه يقول لي لا اكتبي لي يا استاذه مذكره. أيوة. ما يحبش يسمع مرافعات قوي زي القاضي الجنائي اللي هو بشكل عقيدة المحكمه من المرافعه، من الورق، من الشهود، من السلطه التقديريه ليه هو. وكل ده بيشكل اختلاف ما بين القاضي المدني والجنائي وقاضي الاحوال الشخصيه، وكذلك المحامي الجنائي يختلف عن المدني. فهي فكره موهبه وفكره ميول كل واحد وفكره كفاءه سواء رجل او امراه. وساعتها بقى يحقق بقى فكره المحامي النجم اللي بنشوفها في الخارج. بالظبط كده. في النهايه بشكر استاذه ولاء عدلي والاستاذ نصر خطاب، شكرا لحضراتكم. وبشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا. لقائنا ان شاء الله في نفس ميعادنا الاسبوع القادم وحلقه جديده من لقاء الاجيال.